التلبية أصلها من لب، وهو معنى لغوي صحيح على عدة معاني، إما يدل على لزوم المكان، أو يدل على رفع الصوت، أو يدل على الجمع. يقول لببته برداي، كما في حديث هشام الحكيم في قراءته لما قرأ على حرف لم يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال فلببته برداء، يعني جمعت عليه إيش رداءه. وقال لب الرجل في المكان يعني أقام فيه، ولب بالنداء يعني لزمه. والذي يهمنا هنا أحسن الله إليكم في التلبية أنه مقصود به أنه لزم هذا الذكر، لازم هذا الذكر. والتلبية تكون في العمرة وتكون في الحج، ومعناها أي يا رب أجيبك إجابة بعد إجابة، يا رب أجيبك إجابة بعد إجابة. وتكون في الحج والعمرة، وتكون منذ أن يبدأ الرجل في الإحرام، منذ أن تبدأ في الإحرام من الميقات فعليك بالتلبية. ولزم النبي تلبيته من حديث جابر عند مسلم وأبي داود في المنسك الطويل. وتستمر في الحج حتى رمية جمرة العقبة في يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة في يوم النحر تحول من التلبية إلى التكبير، تحول من التلبية إلى التكبير. وفي العمرة تكون التلبية من الإحرام حتى يدخل المسجد الحرام، فإذا دخل وبدأ في الطواف انقطعت إيش؟ انقطعت التلبية. يجوز للإنسان أن يزيد على التلبية؟ يجوز، فما أنكر منا أحد على أحد، فمنهم من يلبي ومنهم من يكبر ومنهم من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل كما قال جابر ولزم النبي تلبيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الكفار يلبون بالتلبية ويزيدون فيها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجعلت التلبية خالصة لله تبارك وتعالى دلالة على توحيده عز وجل. نعم.